دوريات وحواجز أمنية انتشرت في مدينة اسطنبول وعموم تركيا كجزء من حملة أمنية أطلقتها وزارة الداخلية للحد من الهجرة غير الشرعية. ورغم أن الحملة تستهدف الأجانب كافة، إلا أنه وفي هذه الأيام يسكن خوف الاعتقال والترحيل معظم العرب المقيمين على الأراضي التركية، ويأتي السوريون على رأس القائمة كونهم الأكثر عدداً. وبحسب قانونيين فإن عمليات الترحيل القسري زادت بشكل كبير مؤخراً. حالات لترحيل سوريين ممن هم تحت الحماية المؤقتة ولكن هن متواجدين في اسطنبول، يعني بخلاف مكان إقامتهم الأصلي أو المكان اللي استصدروا منه بطاقة الحماية. اللي حصل أنه هناك حالات فعلا أعيدت إلى ولاياتها، وهناك كثير من الحالات تم ترحيلها خارج الأراضي التركية إلى مناطق شمال سوريا، وهذا بطبيعة الحال يشي بتعسف في تطبيق القانون. وأكد وزير الداخلية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين ستنخفض في غضون أشهر قليلة. ومع تكثيف الحملة برزت انتقادات للحكومة التركية بانتهاكات يتعرض لها المهاجرين في مراكز الترحيل، وبترحيل عشوائي قسري يطال اللاجئين السوريين. السلطات التركية تقوم بحملة واسعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية من جميع الجنسيات وليس السوريين فقط، وكل من يتم ترحيلهم لا يملكون أوراقا قانونية، وهذا واجب الحكومة، ومن الضروري أن تستمر هذه الحملة. هذه بلدية إزمير، وقبلها عدة بلديات أطلقوا حملات لإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية. المشكلة الأهم في تركيا أن سياسة الدولة تجاه السوريين غير واضحة، ولا يمكن إيقاف المعابر الحدودية حتى ولو تم تقليصها. وقامت الحكومة بعزل اللاجئين في تركيا على أساس الأحياء، وهذا فاقم المشكلة. بحسب رئاسة إدارة الهجرة التركية فإن إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في تركيا تجاوز 4.5 مليون مهاجر، وتتصدر اسطنبول الولايات التركية من حيث استضافتها أكبر عدد من الأجانب والمهاجرين معا، حيث تستضيف أكثر من 1 مليون أجنبي نصفهم من السوريين. حالة من الخوف تسود المجتمع العربي في اسطنبول، وأخبار اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين سيطرت على المجتمع العربي عموما والسوري خصوصا. هنادي الخطيب، الحرة، اسطنبول.